الراجل ده يا جماعه اكتر راجل تعب النهارده عشان يرص حاجته، وقد ايه الراجل ده مجتهد. الراجل ده عنده كل انواع الطباعه اللي انت ممكن تتخيلها في مصر. يعني دي مثلا حاجه تنور لك وممكن في نفس الوقت باور بانك تحطها ورا شحنه تقعد 6 ايام كاملين منوره. ده مثلا شفت الطباعه على ده يعمل لك حاجه شكلها شيك طبيعي. لي مثلا هنا بص طابع اسمي علي غزلان عليها، ممكن الدقلم برضو بينور، ممكن يعمل لك ده. يعني من الاخر راجل بيعمل لك كل حاجه، لدرجه ان هو حتى ممكن يطبع لك على التي شيرت. من هو هذا الشخص؟ هو الراجل ده. ربنا يوفقك يا رب ويرزقك يا رب خيره، يرزقك بالحلال وتبقى دايما جامد.